أثناء فيديو لأحد الجرحى طبعاً خارج من مشفى بهمان بالضاحية، عنده عبارات قالها يعني يا ريت توصل لجهات معينة أنا أقصدهم. خلينا نشوف الفيديو وأرجع لكم مشاهدينا. حاج الحمد لله على السلامة. الله يسلم عمرك. نحن موجودين هلا امام مستشفى بهمان، حضرتك هلا تلقيت العلاج من بعد الضربة الأخيرة اللي صارت، فيك تخبرنا شو اللي صار بالضبط؟ اللي صار كنا ماشيين عالي على الموتسيك وضرب الضربة وطرنا عن الموتسيك والحمد لله رب العالمين، ونحن نهجنا وخطنا خط أبو عبد الله الحسين، خط المقاومة، ونحن ما بنتخلى عن المقاومة، لو قد ما العدو الغاشم قد ما عمل وقد ما ساوى وقد ما أرعب وهد ونط ومدري شو، نحن منوصل رسالتنا لسماحة الأمين العام، نحن فداك أولادنا وعيالنا وكل أجيالنا وكل إخواتنا فداك يا سماحة الأمين العام، ونحن ما مننهار وما من... هذه العبارات البسيطة بالإمكان أنه ترهب الكيان الصهيوني وتشتت شمله. هم يعني يقول إحنا ماشيين على خطى الإمام الحسين عليه السلام، على نهج المقاومة، إحنا ما نخاف وإحنا ما نرهب وكلنا فداء، إحنا وأهلنا وأولادنا كلنا فداء للمقاومة. هذه الكلمات اللي دا ينطقها شخص مصاب وجريح غير واحد بهيجي حالة انه هو يطلب المساعدة يطلب العون، لكن هو ما همته إصابته وما همته اللي صار بيه وما همه اللي فقده، اللي همه انه ينتصر ويوصل رسالة للعدو انه هو ما يخاف. مو فقط يعني رجال الشعب اللبناني يتمتعون بهاي القوة وبهاي العزيمة وبهاي الشجاعة، للنساء أيضا دور بإيصال كلمة ترهب العدو. خلينا نشوف الفيديو وراح تعرفون شنو أقصد. لا سايبة. لوين راح تنزلوا؟ مش عارفين. بعد هلا مش عارفين. كل أغراضكم معكم العائلة؟ شيء أبدا. ضيعتنا انضربت وظهرنا بتيابنا. يعني اليوم سمعتوا هالتحذيرات واضطريتوا تمشوا؟ سمعنا الحرب، سمعنا القصف يمرقوا من فوقنا الصواريخ. يعني كنتوا عم بتشوفون اليوم؟ ضربت بيوتنا. ضربت بيوتنا، في بيوت حدا كلها انضربت وبيتنا انضرب. كله نزل. شو برأيكم رح تعملوا؟ شو وين رح تقدروا تسايسروا حالكم؟ ولا شيء، كله بيتعوض الحمد لله، المهم انه ان شاء الله بننتصر. هيدا أهم شيء الانتصار لإلنا. شبابنا راحت، أولادنا راحت، وكل شيء راح، وبيوتنا راحت، بس الحمد لله إن شاء الله بدنا ننتصر، والسيد حسن بده ينتصر إن شاء الله على الكل. شو بعد هيك بدك تواجهي رسالة اليوم؟ بدي وجه رسالة أكثر من هيك، إنه السيد حسن هو اللي عم يعمل الصح، هو اللي ماشي. ولكن بيوتكم عم تنقصف، كيف بده يكون شكلهم؟ فدا أجره وأولادنا، هلا عنا 9 شهداء بالضيعة وبعدهم بالأرض، ما حدا شالهم. اليوم كيف فيكم توقفوا على إجريكم بعد وعندكم مثل ما عم تقولي 9 شهداء؟ فين مش بس هو مش أول شهداء، شهداء كثير صارت رايحة. مهم لبنان يضل بخير وعافية، مهم لبنان نطمن عن أهلنا وعن قرايبنا وكل الشعب اللبناني، نحن كلنا فدا الشعب اللبناني. ونحن الحمد لله بنطلب الآخرة ما بنطلب الدنيا، نحن ما قلنا شيء. أكو بعض الجهات الإعلامية تحاول تأخذ هذه اللقاءات حتى تبين ضعف المصابين أو الناس اللي طلعت جراء هذه الحرب، فدا تقول لها تقولها أنتوا يعني شون أنتوا واقفين على رجليكم وهذا اللي صار بيكم؟ تقول إحنا طلعنا بأرواحنا. يعني أكو كلمات تشرح للمقابل مدى قوته بدون ما يقول أنا قوي، هي تنتصر وتقول إحنا فداء، كلنا فداء، راحت شبابنا وراحت أولادنا وبعدهم بالأرض وعفنا حالنا ومالنا مثل ما يقولون، لكن نطلب الآخرة. هذه رسالة، رسالة لكل شخص يدافع عن جهة معينة أو يندد بجهة معينة. النصر إن شاء الله لكم يا أخوتنا في لبنان، وإن شاء الله يا ربي النصر أيضا لكم يا أخوتنا في فلسطين، لأن هو مصابكم واحد وعدوكم واحد، إن شاء الله النصر لكم. أيضا عندنا فيديو آخر مشاهدينا على منصة الإنستغرام، خلينا نشوفه ونرجع لكم. هي صرخة، هي صرخة مدوية، يا زهراء يا حسين، بنص هذه الأشلاء أشلاء الشهداء والجرحى، لكن هي صرخة قوة، صرخة نصر، صرخة عزيمة وإرادة وإصرار بتخطي اللي دا يصير بأخوتنا اللبنانيين. أيضا عندنا فيديو آخر مشاهدينا عن الشعب اللبناني، خلينا نشوفه مشاهدينا.
وانتروني رايح وصل عائلتي وجاي ولا مسرة من الله وكرمتنا من الله الشهادة بإذن الله بنرجع بغداد إن شاء الله بنرجع نحن صار ضرب ركبنا سيارة وضلينا جايين وما بنعرف شيء ورانا ايش فيه والله ما بنعرف وين رايحين هلا؟ رايحين على بيروت ضرب طيران خرايب رزاي زرارية فما ضل حدا بالعام كله نسمع انت الحين اللبنانيين طالعين هم واولادهم وعوائلهم وافراد ناسهم اللي تابعين لهم لكن هذه طلعتهم مو هزيمة الصرخة اللي صرخها أغلب النازحين إنه هم راح يرجعون هم متأكدين من نصرهم متأكدين من تخطي هاي الأزمة اللي هم بيها لكن إن شاء الله حليفهم النصر وخاتمتهم مسك إن شاء الله نصر من الله وفتح قريب